ما بين قصص حب كبيرة وسنوات طويلة من الزواج، انتهت علاقات نجوم هوليوود بالطلاق والانفصال مثل جوني ديب وأمبر هيرد وميريل ستريب ودون جامر. بدايات قصص الحب ونهايات الانفصال منعيشها معكم بالتقرير الجاي. البداية رح تكون مع الكابل الشهير ميريل ستريب وطليقها دون جامر، يلي اتطلقوا بهدوء مؤخراً بعد زواج دام 45 عام. انفصلا ميريل ودون قبل 6 سنوات، على الرغم من إنهم لا يزالان متزوجان قانونياً، ووقع الطلاق بينهما، رغم إنه سنها 74 عام وسن طليقها 77 عام. وبنذكر إنهم تزوجوا عام 1978 بعد 6 أشهر من نقائهم، وآخر مرة شفناهم مع بعض كانت في حفل توزيع جوائز الأوسكار سنة 2018، لما تم ترشيح ميريل لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم The Post. First, I'm going to thank Don, because when you thank your husband at the end of the speech, they play him out with the music, and I want him to know that everything I value most in our lives. You've given me. رح نروح لطلاق هيو جاكمان وزوجته الممثلة دوبرا لي بعد 27 عام من الحب والزواج، بعد ما التقوا في تصوير المسلسل التلفزيوني الأسترالي كورالي. ووقع الطلاق مؤخرا رغم أنه هيو بلغ 55 عام، وزوجته الممثلة ديبورا لي 67 عام، لكن أصروا على أن يكون الطلاق بشكل هادئ وبدون مشاكل احتراماً لقصة الحب الطويلة. Why any of this means anything, and that is because my incredible wife and my kids support me. I love you. أيضاً رح نحكي عن قضية الطلاق الشهيرة بين أمبر هيرد وجوني ديب يلي أثارت جدل في العالم. كان الطلاق بينهم في شكل صراع دام أكثر من عام بين المحاكم بعدة قضايا مثل التشهير والعنف الزوجي، برغم أنه الزواج دام عام واحد فقط. لذلك كل رواد السوشيال ميديا استغربوا هالحادثة، خاصة أنه ديب تجاوز 60 عام. But I have never in my life committed sexual battery, physical abuse. في الأخير انتهت المحاكم بكسب جوني ديب القضية، رغم تأثيرها السلبي على حياته المهنية في هوليوود. فتوجه ديب للتمثيل في أوروبا بفيلم جون دي باري يلي انعرض بمهرجان كان الدورة الماضية. أخيراً رح نروح لمادونا وغاي ريتشي، الكابل يلي أثاروا الجدل بخبر طلاقهم، حيث كانت مادونا قد تجاوزت 50 وزوجها أصغر منها ب10 سنوات، لكن أصروا على ذلك بعد 8 سنوات من حفل زفافهم الأسطوري في قلعة سكيبو بإسكتلندا. وكان السبب وراء طلاقهم هو شكها في إنه ما زال مرتبط بصديقته السابقة، ومن ذلك الوقت مادونا اختارت أن تكون سنجل، أو ربما تعيش قصة حب كبيرة في السر، بما إنها لا تهتم لفارق السن.